الخيانة كلمة أول ما بنسمعها بنحس إن الدنيا اتهدت والحياة وقفت وما بنعرفش نعمل إيه أو نتصرف إزاي، يعني نمشي نحاول تاني. طب كل التعب والسنين اللي فاتوا دول إيه؟ وقعوا في الأرض؟ الحقيقة إنه الألم النفسي بيبقى رهيب ووصفه مش دايما حد بيعرف يقول أصلا هو كان حاسس بإيه. إحنا النهاردة هنتكلم عن ده، ومعانا دكتور فادي رزاق استشاري الصحة النفسية ومعالجة الإدمان، ومعانا حالة من الحالات اللي تعرضت لحاجات كتير قوي ويمكن من أكتر الناس اللي كانت مثابرة فيها، أستاذة غادة صبري. أهلا بيكي، أهلا بيكي. أنتوا منوريني. أهلا بيكي دكتور فايزي، أنا عايزة أسألك على حاجة دلوقتي. يعني لو أنا ابتديت أحس أو أشك أو ألاحظ كست إن أنا زوجي عنده علاقة تانية، او خطيبي او شريك حياتي او الشخص اللي انا مرتبطه بيه حتى لو في بدايه الارتباط، اتاكد من ده ولا مجرد احساسي ده كفايه؟ ولو اتاكدت اتصرف ازاي؟ اوكي، هي هتفرق في انهي مرحله بالظبط من الجواز. يعني انت لو في الخطوبه وبداتي تشكي انه عنده علاقات تاني، انت شاكه فيه من الاول، اكمل ليه؟ ما خلاص احنا كده الموضوع مكسور. الجواب باين من عنوانه بالظبط، يعني هكمل ليه؟ مش مستاهله ان انا اكمل. بعدين الثقه خلاص ادم في الحاجات دي فقدت، ملهاش لازمه ان انا اكمل، ما لازم في ثقه من الطرفين. فبدات انا اشك وابدا بقى اعمل مخابرات وتحري عليه، كده الموضوع بايظ من اوله. لو في الجواز ده بقى هي اللي بتبقى مشكله. طيب قبل ما نتطرق لحته الجواز، يعني النهارده ايه صفات الراجل الخاين؟ واحنا النهارده مش بنتكلم عن الراجل بس، احنا بنتكلم عن الراجل والست. هل بيبقى ليهم مواصفات؟ هل بيبقى عندهم تركيبة معينة نفسية؟ ولا ممكن يكونوا تعرضوا لضغط أدى بيهم لده؟ لأن الحتة دي أنت عارف إحنا النهاردة بنتكلم عن يعني مشكلة العصر، الناس كلها عندها مشكلة خيانة بدون استثناء، في الجيل الأكبر والجيل الأصغر وهكذا. بيبقى عامل إزاي الشخص الخاين ده؟ طيب هو مفيش كرايتيريا معينة أو يعني صفات معينة عشان أقولك هذا الشخص بيكون عشان عنده كذا كذا كذا. حاجات النفسية اوكي، بس دي يعني حاجة قليلة قوي بالنسبة لل، يعني لو هنقارن الماجوريتي الكيسز، مش ضمن الحالات اللي هي اللي عندهم حالات نفسية اللي هو متعدد العلاقات والحاجات دي، مش هادي الماجوريتي اوف كيسز. غير كده هي السيتويشن كله عموما، الجواز عموما، فكرة الجواز، مفهوم الجواز عند الناس بقى عامل ازاي. قبل ما نخش في الجواز، الشخص الخاين ده هل هو اصلا بيخون عشان هو عنده مشكله نفسيه؟ لا، مفيش سبب للخيانه. لا، المشكله النفسيه، الحاجات النفسيه اللي تؤدي الى الخيانه دي حاجات يعني ما تكملش 5%، انما باقي كله 95% دول لا، ناس طبيعيه، مش لازم حاجه نفسيه. وبعدين هو الضغط النفسي على فكره، يعني واحد مضغوط نفسيا ممكن يعمل اي حاجه، مش لازم يبقى مريض نفسي.